بالإضافة أن أنا أحدد الجهات اللي بيتم الاستعانة بها من المكاتب الأجنبية للعلاقات العامة تساهم في برامج التنشيط. ثالثاً، التنظيم الإداري السياحي الداخلي، أي وضع التنظيم الحكومي والغير حكومي الذي يتلائم التنظيم الإداري السياحي الداخلي أي وضع التنظيم الحكومي أو الغير حكومي الذي يتلائم مع إمكانيات البلاد وظروفها، فيشمل حجم السلطة الرسمية للسياحة وكيانها. ويجب أن تتضمن خطة للتنظيم السياحي تحديد احتياجات الدولة من أجهزة للتنسيق بين مختلف قطاعات الدولة اللي بيتصل نشاطها بالسياحة، وأيضا ضرورة النهوض بالمستوى العاملين في السلطة السياحية الرسمية والأجهزة الإقليمية. سياسة الدولة في مساعدة قطاع السياحة، أي تحديد المجالات الهامة التي يجب أن تتضمن الخطة السياحية الشاملة. فكثير ما تكون سياسة الدولة تجاه صناعة السياحة غير واضحة، ومساعدة الدولة لصناعة السياحة بوجه عام يمثل أولا في إصدار التشريع السياحي المنظم لهذه الصناعة بكافة جوانبها. تنمية النشاطات النوعية في صناعة السياحة، أي تخصيص مكان في الخطة الشاملة لتنمية كل القطاعات السياحية الهامة مثل قطاع الفنادق وأماكن التسلية واللهو. 6. تحديد مجالات عمل لكل من القطاعين العام والخاص، أي يجب أن تكون الخطة واضحة كل الوضوح في تحديد معالم النشاط السياحي بالنسبة للقطاعين والعمل لإيجاد توازن بينهما. 7. خطة النهوض بالمناطق السياحية، التصنيع السياحي، وأهم جزء تتضمنه الخطة الشاملة هي ربط الطلب السياحي الحالي والمتوقع بما يجب أن يتوفر في بلاد من عرض سياحي، وعمل مسح شامل للمقومات السياحية المتوفرة في البلاد، ثم نبدأ بعد ذلك بالدراسة لتحديد المناطق التي يراد تطويرها وتنميتها سياحيا. يبقى هنرجع تاني كده، هناخد بقى عنصر عنصر بالتفصيل، وهي عناصر الخطة السياحية. أول حاجة عناصر الخطة السياحية. الخطة السياحية القومية لازم انها تتضمن أول حاجة التسهيلات السياحية. يعني ايه تسهيلات؟ يعني مثلا هديكم مثال، ولناخد مثلا انت لو قررت انك تطلع رحلة وسافرت بره خلاص، بس عايز تطلع يعني فترة قريبة او مستعجل، اول حاجة انت بتدور على دولة سهلة التأشيرة ان انت تقدر تاخد فيها، تاخد التأشيرة بسرعة. يبقى كلما كانت الحصول على التأشيرة سهل، ولو عملت شوبينج وانت طالع من الجمارك الدنيا معاك كويسة، مفيش حجر صحي، الحاجات دي كلها نقدا تبقى سهلة. كل التسهيلات دي بتاخد بتساهم في ان انت تحدد لك القرار انك تطلع الرحلة دي ولا ما تطلعش. يبقى زي اجراءات الحدود اللي بتتبع مع السائحين زي السلطات المختلفة، الجوازات، الجمارك، الحجر الصحي، تمام. طيب تاني حاجة التنشيط السياحي. يعني ايه التنشيط؟ البروموشن، التسويق السياحي. انت دلوقتي بتعمل عن طريق الدعاية الخارجية، انت بتروج دعاية خارجية او داخلية، بتحدد مين المسؤول الدعاية القائم بها، ويا ترى هو المسؤول عن الدعاية او التسويق للمنطقة دي الجهة المعنية المختصة بذلك اللي هي الرسمية زي وزارة السياحة، دي جهة رسمية، ولا مكاتب موجودة سياحية بره هي اللي بتقوم ده بشكل شخصي، تمام، والمكاتب الإعلامية الخارجية. بالإضافة ان انت تحدد الجهات اللي هيتم الاستعانة بها، انت هتستعين بمكاتب أجنبية للعلاقات العامة هتساهم معاك في برامج التنشيط، مش هتقدر تقوم بده لوحدك. بعد كده التنظيم الإداري السياحي الداخلي. يعني ايه؟ وضع التنظيم الحكومي او الغير حكومي، يعني اللي بيتلائم مع امكانية البلاد وظروفها، حجم السلطة الرسمية للسياحة، كيانها، درجة سلطتها. يجب ان تضمن خطة لتنظيم سياحي تحديد احتياجات الدولة.
انا عايز اعرف الدولة محتاجة ايه من كافة الاجهزة المعنية بالنشاط عشان تنسق مع بعضها البعض وتنسق مع القطاعات المختلفة في الدولة التي يتصل نشاطها بالسياحة والمرتبطة بالسياحة. وهنرجع تاني ونقول ان المنتج السياحي منتج مركب بيساهم في تقديمه العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى بتكاملا مع القطاع السياحي. وايضا ضرورة ان انا انهض بمستوى العاملين في السلطة السياحية سواء الرسمية او الاجهزة كمان الاقليمية. رابعا، هنا بنحدد سياسة الدولة في مساعدة قطاع السياحة. يعني ايه؟ ان انا احدد المجالات الهامة التي يجب ان تتضمنها الخطة السياحية الشاملة. فكثيرا ممكن تكون سياسة الدولة اتجاه صناعة السياحة غير واضحة، ومساعدة الدولة لصناعة السياحة بوجه عام يمثل أولا في إصدار التشريع السياحي المنظم لهذه الصناعة بكافة جوانبها. يبقى أول حاجة، في بعض الدول أو بعض المجالات دور الدولة ما بيكونش واضح، تمام؟ والدولة لما تبتدي تساعد صناعة السياحة أول حاجة بتنزل بالتشريعات السياحية، القوانين واللوائح المنظمة اللي بتنظم عمل صناعة السياحة نفسها وكافة جوانبها. خمسة، تنمية النشاطات النوعية في صناعة السياحة. يعني ايه؟ ان انت تخصيص مكان في الخطة الشاملة لعشان انمي كل القطاعات السياحية الهامة زي قطاع الفنادق واماكن التسلية واللعب. طيب ستة، بحدد مجالات عمل لكل من القطاعين سواء العام او الخاص. اي يجب ان تكون الخطة واضحة كل الوضوح في انها تحدد لي معالم النشاط السياحي سواء بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص، وهيحصل توازن ما بينهم. يعني ايه؟ الخطة لازم انها ما تكونش مركزة على انها بيعمل بانها مرتكزة على القطاع العام دون تدخل القطاع الخاص او التعاون مع القطاع الخاص، وان القطاع السياحي بالذات في الدول النامية لا يستطيع القطاع العام العمل بنفسه، لازم يكون تدخل القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة وكمان الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي لازم تكون الخطة دي واضحة كل الوضوح في إنها تحدد لك معالم النشاط السياحي ودور كل قطاع من القطاعين، يعني آخر القطاع العام دوره فين والقطاع الخاص ممكن يتدخل في إيه وما يتدخلش في إيه، وإن أنا لازم أعمل البالانس ما بينهم، تمام، لضمان ربحية القطاعين وبالأخص القطاع الخاص عشان ما أضمنش هروبه أو خروجه من الخطة. تاني حاجة أو خامس حاجة، إن أنا بتكلم في تنمية النشاطات النوعية لازم إن أنا أركز بقى وأنا بحط خطة شاملة. لازم الخطة الشاملة دي تكون مركزة باعتبار إن القطاع السياحي تفاصيله كتير، يعني ما بتقفش على النقل يعتبر سياحي والفنادق والمطاعم حتى لو هتخدم المجتمع المحلي، المزارات السياحية، الموارد السياحية والطبيعية والبشرية والآثار، كله 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 كله. وبالتالي لازم الخطة الشاملة للتنمية السياحية إنها بتدخل في التفاصيل فتنمي قطاع داخل القطاع السياحي بعينه، يعني زي قطاع الفنادق، أماكن السهر، الأماكن الأثرية، الشواطئ، المنتجعات، الطرق، التسهيلات السياحية. يبقى لازم داخل الخطة نفسها يكون داخلها تنمية نشاطات بعينها. سابعا، خطة النهوض بالمناطق السياحية، التصنيع السياحي. يعني أهم جزء تتضمنه الخطة الشاملة إن أنا أربط الطلب السياحي الحالي والمتوقع بما يجب أن يتوفر في البلاد من عرض سياحي وعمل مسح شامل مقاومات السياحية المتوفرة في البلاد. وبعد كده بنبدأ بدراسة تحديد المناطق اللي يراد تطويرها وتنميتها سياحيا. إحنا إمتى بنقول إنت إمتى الدولة تاخد قرار بتنمية؟ يعني إمتى الدولة تقول أنا والله عايزة أنمي قطاع الإقامة في الساحل الشمالي؟ لما يبقى الطلب انا درساه، الطلب الحالي، وكمان ادرس المستقبل اللي هو المتوقع من خلال دراسات استقصائيه ومسح، اعرف ان الطلب هيزيد على المنتج السياحي او المنتج الترفيهي في الساحل الشمالي، فمحتاج عرض
منشأة إقامة، فابتدي أخد قرار بأن أنا أنمي في قطاع الإقامة في منطقة الساحل الشمالي. يبقى عشان تاخد قرار بالتنمية لابد أن أنت تدرس حاجتين، تدرس الطلب الحالي اللي هو بيجيلك دلوقتي وليكن 10 أفراد، طب المتوقع اللي احتمال يجي لك الشهر الجاي، فانت تقول والله ده انا هيجي لي مثلا 50 واحد. هديك مثال، مثلا وليكن مثلا في شم النسيم محلات الفسيخ في الطبيعي متوسط البيع عندها بتبيع مثلا 100 كيلو في الشهر مثلا، بس ده في الشهور الطبيعية. طيب في شم النسيم من المتوقع انها تبيع ايه؟ مثلا نقول 20 أضعاف أو مثلا 200 300 400 كيلو. تمام، بناء على إيه؟ إن أنت بتدرس الماضي وبناء على تتوقع بالحاضر وتدرس كمان الطلب الحالي. طيب إمتى أنت بقى تقرر إنك تفتح محل زيادة أو مخزن لإنتاج الفسيخ بناء على الطلب؟ لما زاد الطلب على الفسيخ وبالذات في شم النسيم، وعشان تقدر تصد وتمص الطلب ده كان لابد إن أنت تفتح فرع تاني عشان يشبع احتياجات الطلب الحالي والمتوقع. يبقى نرجع نقول ان عشان تاخد قرار بالتنمية لابد ان انت تعمل ربط ما بين الطلب السياحي الحالي والمتوقع بما يجب ان يتوفر في البلاد من عرض سياحي. فتبتدي تشوف والله ايه والطلب السياحي ده جاي على ايه، على انه عرض، يعني كل الطلب جاي على الشواطئ بس، مفيش حاجة جاية سياحة ثقافية او تاريخية او دينية او حتى سياحة علاجية، وابتدي اعمل مسح شامل للمقومات السياحية المتوفرة في البلاد، وبعد كده اعمل دراسة لتحديد المناطق اللي مراد تطويرها وتنميتها سياحية. التخطيط السياحي في الدول المتقدمة، يعد التخطيط السياحي في الدول السياحية المتنامية للعالم المتقدم أقل صعوبة في تحقيق كل من مراحله جيدة التصميم وأهدافه المرجوة من مسيره في الدول العالم الثالث بحكم خصائصها الاقتصادية والسياسية عالية الفاعلية وإيجابية التنفيذ شاملة المنفعة. إذ يهدف التخطيط في الدول المتقدمة إلى تحسين الملامح البيئية ورفع كل من مستوى ملامحها الجمالية وقدرتها الاستيعابية بما يعود بالنفع والرفاهية على السياح الوافدين والسكان المحليين على حد سواء. ومعنى ما سبق أن خطط التنمية السياحية في مثل هذه الأقاليم تسعى لصالح المواطنين المحليين ورفاهيتهم على قدر اهتمامها بتطوير السياحة وتنمية أنشطتها ورفع العائد المالي منها. هنعمل مسح كده للدول المتقدمة بعدين بقى نبتدي ناخدها بشكل أكثر تفصيلا. تعد سويسرا من أنجح الدول المتقدمة في مجال التخطيط السياحي، فبرغم مساحتها الصغيرة اللي ما بتتجاوزش 41,288 كيلومتر مربع وحجم سكانها حوالي 7.3 مليون نسمة، إلا أنها استقبلت 11 مليون سائح وده كان عام 86، يعني معنى ذلك أنها استقبلت عدد سياح أكتر من عدد السكان نفسهم. بعد كان عددهم 6.2 مليون سائح وده كان 74، يعني على مدار 10 سنين أو 8 سنين، أي زاد عدد السياح المتجه إلى سويسرا بنسبة 8.83% من 100% خلال الفترة الممتدة من عام 74 ل86، واستقبلت 14 مليون سائح عام 2000، لذلك تتجاوز دخلها السياحي 10 مليار دولار أمريكي ده خلال نفس العام. وما كان هذا ليتحقق لولا التخطيط الدقيق للسياحة على المستويين سواء الإقليمي أو القومي للدولة، واللي مكن من حسن استغلالها للموارد البيئية الجبلية وإمكانياتها الطبيعية وبعدها الجمالي في أغراض السياحة والترويج بعد تنفيذ العديد من مشاريع شبكات النقل واللي حسنت خصائصها ورفعت مستوى كفاءتها بالإضافة لتنويع وسائل النقل والتوسيع في إنشاء مراكز توليد الطاقة الكهربائية مما مكن كهربة الخطوط الحديدية في الدولة بكاملة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. هنا ركزت خطط التنمية السياحية على التوسع في إنشاء المنتجعات الجبلية فوق المرتفعات السويسرية من أجل ممارسة رياضات تسلق الجبال والتزحلق على الجليد، وأنها ترفع
مستوى مرافق الخدمات بها سواء كانت أساسية أو كمالية، وده أدى لظهور المنتجعات السياحية السويسرية، ظهرت على الخرائط والبرامج السياحية الأكثر تسويقا ورواجا في العالم، مما يبرز النجاح الكبير اللي حققه خطط التنمية السياحية في هذه الدولة الأوروبية الصغيرة المساحة محدودة السكان. يبقى هنرجع كده مع بعض شكل أكثر تفصيلا، نتناول التخطيط السياحي في الدول المتقدمة. التخطيط السياحي في الدول المتقدمة يعد التخطيط السياحي في الدول المتنامية ومش أقصى المتنامية الأكثر نموا مش نامية للعالم المتقدم أقل صعوبة في تحقيق مرحلة جيدة التصميم وأهدافه المرجاة من عن مثيله في الدول العالم الثالث اللي هي الدول النامية. ليه أقل صعوبة؟ التخطيط السياحي في الدول المتقدمة يعتبر أقل صعوبة على اعتبار أن فيه خصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية أكثر فاعلية مقارنة بالدول النامية، تمام، وان في ايجابيه في التنفيذ، وان غالبا بيهدف التخطيط السياحي في الدول المتقدمه انه يحسن الملامح البيئيه. بمعنى ايه؟ هديك مثال بسيط قوي، لو جينا اتكلمنا مثلا هنلاقي ان الدول المتقدمه غالبا بتنادي مثلا بحقوق الحيوانات مثلا وحقوق الانسان، و امتى المجتمع يبتدي يفكر؟ كلما كانت الدول المتقدمه كلما هتلاقي بتفكر في بعض الامور اللي مش محطوطه في خطه الدول الناميه. يعني على سبيل المثال في الصومال عمركم ما هتلاقيهم مثلا في منظمه بحمايه الحيوان، في حين ان في مجاعات. يبقى نهتم بالانسان الاول قبل ما نهتم بالحيوان. فمعنى ذلك ان كلما وجدنا نفسنا في دول متقدمه هنلاقي بنهتم بتفاصيل تختلف تماما واهدافها مختلفه تماما عن الدول الناميه. هتلاقي مثلا في الدول المتقدمه اوريدي هم عندهم فلوس والحاله الاقتصاديه والسياسيه عالية، وبالاخص ان كمان الدول المتقدمة برغم ان فيها سياحة عالية الا انها السياحة بتمثل من اقتصادها نسبة لا تذكر، وده يدل يدل على ان قوة القطاعات الاقتصادية الاخرى. يعني لو هندي مثال على المانيا فيها سياحة، عدد سياحة اكتر من عدد السياح اللي ممكن يكونوا بيجوا مصر، بس القطاع الاقتصادي بتاعها في قطاع بالذات تصنيع السيارات اقوى بكتير وبمراحل من صناعة السياحة، وبالتالي فمساهمة صناعة السياحة في الإجمالي الناتج القومي هتلاقيه يعني نسبة لا تذكر، تمام؟ طيب، ورفع كل مستوى ملامحها. فهتلاقي الدول المتقدمة هدفها انها تهتم بالبيئة وانها تحافظ على البيئة وعلى الحيوان وانها ترفع مستوى السكان الملامح الجمالية وقدرتها الاستيعابية ويضوع برفاهية، وبتبتدي تفكر في رفاهية السكان المحليين والسياح على حد سواء، تمام؟ يعني بتاخد في الاعتبار السكان المحليين اكتر، واللي بيخدم السكان المحليين هو اللي بيخدم السياح. طيب، في المقابل بقى خطط التنمية السياحية في مثل هذه الاقاليم بتسعى لصالح المواطنين المحليين ورفاهيتهم على قدر اهتمامهم بتطوير السياحة وتنمية انشطتها وانها ترفع العائد المادي منها المالي منها. مثال مثلا ناخد مثلا نتكلم على سويسرا. سويسرا تعتبر من الدول المتقدمة، طيب بشكل عام مستوى الاقتصادي كويس جدا، متوسط الدخل الفرد عالي جدا. هنتكلم مثلا زمان في مجال التخطيط السياحي هي برعت فيه، بالرغم ان سويسرا بقى حجمها صغير جدا ولا يتجاوز 41,288 كيلومتر مربع، وحجم سكانها كان وقتها 7 مليون نسمة، الا انها استطاعت انها تستقبل 11 مليون سائح، وده 86، وده اكتر بكتير من عدد سكانها. سكانها 7 مليون وهي استقبلت 11 مليون. كمان بالاضافة ان عدد السياح كان عام 74 كان 6 مليون، استطاعت انها تزودهم يصلوا نقدر نقول الى الضعف في 8 سنين فقط، من 86 من 74 ل 86، وزاد عدد السياح المتجهين لسويسرا بنسبة 8.83% خلال الفترة الممتدة، ده كان من 74 ل 86. طيب، وفي وبحلول عام 2000 استقبلت
سويسرا حوالي 14 مليون سائح، رقم 14 مليون سائح ده اعتقد ان احنا وصلنا له سنة 2010 يعني بعد سويسرا ب 10 سنين، برغم ان امكانياتنا احنا اعلى بكتير، بس طبعا المستوى الاقتصادي والقوانين واللوائح والدولة، قوة الدولة الاقتصادية ساعدت على انها تعرف انها تروج لنفسها وتجذب وتعمل تنمية سياحية تجذب عدد سياح اكبر، برغم ان مواردها السياحية تعتبر اقل مقارنة بموارد مصر السياحية. لذلك تتجاوز دخلها السياحي 10 مليار دولار امريكي، وده كان خلال نفس العام، وما كان لهذا يتحقق لولا التخطيط الدقيق للسياحة على المستويين الاقليمي والقومي للدولة، وده ساعد ومكن من حسن استغلالها للموارد البيئية الجبلية وإمكاناتها الطبيعية وبعدها الجمالي في أغراض السياحة والترويج، بالرغم من مناخ سويسرا يعتبر مناخ بارد شديد البرودة، بالإضافة إلى أنها استطاعت أنها تستغل مواردها الجبلية زي جبال الألب وإمكاناتها الطبيعية الخلابة في أنها تجذب السياح وأنها تبتدي تعمل برامج وتروج للسياحة فتجذب عدد كبير من السياح، وبالإضافة أنها عملت شبكات نقل حسنت ورفعت من كفاءة عملية النقل بينها وبين الدول المجاورة، وده اللي ساهم في عدد السياح أنهم يزيدوا، ورفعت كمان مستوى كفاءتها، بالإضافة أنها نوعت وسائل النقل كمان وتوسعت في إنشاء مراكز عشان تولد الطاقة الكهربائية، مما مكن كهرباء الخطوط الحديدية في الدول بكاملة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. هنا بقى ركزت خطط التنمية السياحية على التوسع في إنشاء المنتجعات الجبلية فوق المرتفعات السويسرية دي من أجل أنها تمارس رياضات تسلق الجبال والتزحلق كمان على الجليد، ورفعت مستوى مرافق الخدمات بها سواء كانت أساسية أو كمالية، مما أدى لظهور المنتجعات السياحية السويسرية على خرائط الجولات السياحية والبرامج السياحية الأكثر تسويقا ورواجا في العالم، مما يبرز النجاح الكبير اللي حققته خطط التنمية السياحية في هذه الدولة الأوروبية صغيرة المساحة محدودة السكان. خطط التنمية السياحية هنا ركزت لقيت أن عندها موارد جبلية ومناخ صقيع ساعد على وجود نمط سياحة التزحلق على الجليد، تمام، بالإضافة لمناظر الطبيعية الخلابة، كله ساهم على زيادة الجذب السياحي في المنطقة دي، فبدأت أنها تركز على نمط سياحة التزحلق على الجبال ولا الجليد، ورفعت مستوى الخدمات المكملة للنشاط ده سواء أساسية زي وسائل النقل الوصول للمنطقة دي أو أماكن الإقامة، المكوس في المنطقة والمنتجع الجبلي، منتجعات جبلية باليوم والاثنين والثلاثة، وبالتالي العائدات السياحية ما تبقاش زي رحلات اليوم الواحد، تبقى أكتر وأكثر تسويقا ورواجا في العالم. ده أدى لنجاح كبير حققته خطط التنمية السياحية، برغم أن سويسرا تعتبر أقل مساحة وأصغر سكان في الدول الأوروبية. التخطيط السياحي في الدول النامية، هنا وصى بقى مؤتمر التجارة والتنمية اللي نظمته الأمم المتحدة، وده كان عام 1973، بضرورة الاهتمام بالتخطيط السياحي في الدول النامية كوسيلة فعالة عشان تطور صناعة السياحة واللي يعود بالنفع على اقتصادات الدول دي، على أن تتضمن سياسات تطوير أنشطة السياحة تنفيذ ما يلي بقى. تشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياحة، التركيز على أعداد وتجهيز المصادر الإحصائية القومية والإقليمية المتعلقة بأنشطة السياحة، وخاصة أن الإحصاءات السياحية والمعلومات تمثل حجر الأساس لأبحاث الجادة للسياسات الموضوعية، وكلاهما ركيزتين مؤثرتين في مجال التنمية السياحية، وتبرز الأبحاث والدراسات السياحية دور صناعة السياحة المتوقع في الاقتصاد القومي ونتائجها الاقتصادية على المستويين الفردي والفردي والقومي، بالإضافة إلى أثرها على الجوانب الثقافية والاجتماعية. هناخدهم بشكل عام، بعد كده ناخدهم بشكل أكثر تفصيلا. إجراء عمليات مسح إقليمية وقومية لحصر الموارد والإمكانات الطبيعية والبشرية والتاريخية اللي يمكن استثمارها كعوامل جذب سياحي، مع ترتيب الأقاليم السياحية المخطط لتنميتها حسب مستوى خصائصها والتي يتحدد على أساسها أولويات الإدراك في برامج التنمية المتتالية. الاهتمام بخطط التنمية السياحية مع التركيز على مجالات التسويق السياحي سواء كانت إقليمية أو قومية أو دولية. إعداد
إعداد برامج تبرز احتياجات خطة التنمية السياحية من متطلبات السياحة والإقامة، والتي تتضمن مرافق الخدمات العامة ومرادفات البنية الأساسية والكوادر والأجهزة، وذلك حسب الهدف المتوقع بناء على معايير حجم الإمكانات المتاحة وطبيعة الخصائص المكانية ومستوى الطموحات الإقليمية والقومية المتعلقة بأنشطة السياحة. إعداد البرامج التدريبية وإنشاء المؤسسات التعليمية اللي بتسهم في ظهور الكوادر وكفاءات وطنية تتوالى إدارة وتشغيل مؤسسات السياحة والفندقة الإقليمية والقومية، وخاصة إن الدول النامية تفتقر في الكفاءات العالية والكوادر المتخصصة، وحتى في حال توافرها فإنها تعاني من البطالة أحيانا بحكم موسمية العمل. لذلك تتفادى خطط التنمية السياحية في بعض الدول النامية الصغيرة إنشاء مؤسسات الإقامة الضخمة، وتكتفي بإنشاء وحدات الإقامة الصغيرة المشتركة اللي بتوفر في كل منهما كافة التسهيلات الخاصة بما في ذلك تسهيلات المطابخ، كما حدث في جزر البهاما بمنطقة الكاريبي. تنظيم وإدارة كافة العناصر اللي بتتألف منها صناعة السياحة بأسلوب علمي يكفل في النهاية ازدهار أنشطتها وتوزيع مجال المستفيدين بها، بحيث يشتمل على السياح الأجانب والسكان الوطنيين على حد سواء، أي تشجيع السياحة الداخلية بالقدر اللي بيتم بيه تشجيع السياحة الدولية اللي بتحظى باهتمام بالغ لدورها المؤثر في توفير العملات الأجنبية وبالتالي في ميزان المدفوعات القومي. تصميم برامج جيدة خاصة بالدعاية والإعلان عن أقاليم العرض السياحي بما يضمن نجاح عملية التسويق وبالتالي تدفق أعداد كبيرة من السياح على أقاليم العرض السياحي بعد تطوير أنشطة السياحة فيها. يبقى هنرجع كده بسرعة ناخد في الدول النامية كل عنصر على حد. تخطيط السياحة في الدول النامية، أوصى مؤتمر التجارة والتنمية اللي نظمته الأمم المتحدة وكان عام 1973 إننا نهتم بالتخطيط السياحي خاصة في الدول النامية على اعتبار إنه يكون هو الوسيلة إننا نطور صناعة السياحة واللي ينهض باقتصادات الدول دي ويحطها في مصاف الدول المتقدمة، بس لابد إن احنا نطور بعض العناصر زي مثلا تشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياحة، وإن أنا أبتدي أركز على إعداد وتجهيز المصادر الإحصائية القومية والإقليمية المتعلقة بأنشطة السياحة، زي وزارة السياحة لما بتعمل لي كده حاجة زي هايلايتس أو بارومتر بيبتدي تقول لي أعداد السياحين والأرضات السياحية والناتج ومساهمة صناعة السياحة والعمالة السياحية، عشان أبتدي أطلع منها حجر الأساس إن أنا أقوم بأبحاث جادة وسياسات موضوعية، ودي تكون ركيزتين مؤثرتين في مجال إن أنا أبتدي أخد قرار في التنمية السياحية. وتبرز الأبحاث والدراسات السياحية دور صناعة السياحة المتوقع في الاقتصاد القومي ونتائجها الاقتصادية على المستويين سواء الفردي أو القومي، وبالإضافة لأثرها على الجوانب الثقافية والاجتماعية. أعمل عمليات مسح إقليمية وقومية عشان أعمل حصر الموارد والإمكانات الطبيعية والبشرية والتاريخية اللي ممكن أنا أستثمرها كعوامل جذب سياحي، وأبتدي أرتب الأقاليم السياحية المخطط لتنميتها حسب مستوى خصائصها والتي يتحدد على أساس أولويات الإدراك في برامج التنمية المتتالية. الاهتمام بخطط التنمية مع التركيز على مجالات التسويق السياحي سواء كانت إقليمية أو قومية أو دولية. أعمل برامج تبرز احتياجات خطط التنمية السياحية من متطلبات السياحة والإقامة واللي بتتضمن مرافق الخدمات العامة ومرفدات البنية الأساسية والكوادر والأجهزة، وذلك حسب الهدف المتوقع بناء على مجموعة من المعايير وفقا للحجم الإمكانات المتاحة وطبيعة الخصائص المكانية ومستوى الطموحات الإقليمية والقومية المتعلقة بالنشاط السياحي. أبتدي أعمل برامج تدريب وإنشاء مؤسسات تعليمية عشان أطلع كوادر وكفاءات وطنية هي المسؤولة عن تولي وتشغيل مؤسسات السياحة والفندقة سواء الإقليمي أو القومية، وخاصة الدول النامية بتفتقر لكفاءات عالية الكوادر المتخصصة، ولما بتتوفر فإنها بتعاني من البطالة أحيانا بحكم موسمية العمل السياحي. فبدأت عشان تتفادي خطط التنمية السياحية في بعض الدول النامية بدأت تعمل إنشاء مؤسسات الإقامة الضخمة، وبتكتفي بإنشاء وحدات الإقامة الصغيرة اللي بتوفر فيها كل منها كافة التسهيلات الخاصة بما في ذلك تسهيلات المطابخ، كما حدث في جزر البهاما منطقة الكاريبي. تنظيم وإدارة كافة العناصر بتألف منها صناعة السياحة بأسلوب علمي يكفل في النهاية ازدهار أنشطتها وتوسيع مجال المستفيدين بها، بحيث يشتمل على السياح الأجانب والسكان الوطنيين على حد سواء.
تحظى باهتمام بالغ لدورها المؤثر في توفير العملات الأجنبية وفي تحسين ميزان المدفوعات، تصميم برامج جيدة خاصة بالدعاية والإعلان عن أقاليم العرض السياحي بما يضمن نجاح عمليات التسويق، وبالتالي تدفق أعداد كبيرة من السياح على أقاليم العرض السياحي بعد تطوير أنشطة السياحة فيها. معوقات التخطيط السياحي في مصر. هناك مجموعة من المعوقات اللي بيجب تداركها حتى تتحقق السياحة الأمان الموجودة منها. تلك المعوقات يمكن تحديدها فيما يلي: غياب نظام جيد للمعلومات والإحصاء السياحي في مصر، عدم وجود خريطة سياحية كاملة وشاملة تنطوي على مناطق الجذب السياحي الحالية والمرتقبة، ندرة البحوث والدراسات العلمية عن التخطيط السياحي، تضارب وتشتت الاختصاصات بين بعض الوزارات ووزارة السياحة فيما يتعلق بالإشراف والرقابة. وبكده وصلنا نهاية المحاضرة. كانت عناصر المحاضرة النهاردة اللي تناولناها عناصر الخطة السياحية، التخطيط السياحي في الدول المتقدمة، التخطيط السياحي في الدول النامية، معوقات التخطيط السياحي في مصر. أهم الأسئلة: ما هي عناصر الخطة السياحية؟ تحدث باستفاضة عن التخطيط السياحي في الدول المتقدمة، تحدث باستفاضة عن التخطيط السياحي في الدول النامية، ما هي معوقات التخطيط السياحي في مصر؟ وبكده وصلنا نهاية المحاضرة، وإن شاء الله